يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يتعارض طلب العلم مع طلب الرزق؟ حيث إن الشاب يريد الزواج، فهل يتعارض هذا مع العلم؟ لا ما يتعارض، لكنه يقلل من طلب العلم، يقلل ويطول عليك الطريق. ولا التعارض ما يتعارض، إنك تطلب الرزق وتطلب العلم، تجعل للعلم وقتا وتجعل لطلب الرزق وقتا آخر. إن حصل تتفرغ لطلب العلم هذا أحسن، ما في شك. حصل تتفرغ هذا شيء طيب، إذا ما حصل فما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم.